Evergrow. خبراء صناعة الأسمدة في مصر والوطن العربي تطبق أحدث تكنولوجيا الإنتاج وأعلى معايير الجودة العالمية. بين أشهر الشركات العالمية في إنتاج سلفات البوتاسيوم المحبب والذواب والستاندرد. أعلى درجات الجودة للأسمدة الفوسفاتية الذوابة MAP, UP, MKP. Evergrow الشركة الرائدة في تصنيع نترات الكالسيوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. Evergrow متخصصة في إنتاج تركيبات NPK الأكثر فعالية باودر سائلة معلقة. Evergrow تنتج أحماض وكيماويات أعلى نقاء. حامض الكبريتي, حامض هيدروكلوريد, كلوريد الكالسيوم, كبريتات النحاس. Evergrow لدي أحدث المعايير المعملية في مصانع أبو رواش والسادات والحاصل على شهادات ISO. منتجات Evergrow مطابقة للمقاييس الاتحاد الأوروبي REACH. ميفاك أول مصنع للقاحات في مصر والشرق الأوسط لتصنيع لقاحات عالية الجودة. ميفاك صرح عالمي بخبرات عالمية بأيد مصرية. ميفاك حلول فعالة لمواجهة المشاكل المرضية المحلية. اعتماد كامل على الأبحاث والدراسات العلمية. ميفاك تضمن لك إنتاجا حيوانيا وداجنيا أفضل خاليا من الأمراض. ميفاك جهد كبير لتحقيق احتياجات السوق من اللقاحات عالية الجودة لتصديرها في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. ميفاك هرم رابع على أرض مصر. طبعا أنت محتار وعايز يجيلك فلوس من ابنك وكمان تحولهم لابنك التاني. ما تحترش، الموضوع سهل وبسيط ومن أي مكان في العالم خارج مصر وداخل مصر، وهتقدر تحول فلوسك بطريقة سهلة وأمنة وبسيطة. بنك التنمية والائتمان الزراعي دلوقتي هتقدر تستقبل الحوالة اللي جاية لك من برا. يلا الحق وروح بنك القرية، هتلاقي الفلوس اتحولت حالا. هتقدر تحول بالجنيه أو بأي عملة صعبة. بنك التنمية والائتمان الزراعي كلها حوالات فورية وهتصرفها بمنتهى السهولة، وده هيكون من خلال 1210 فرع من مطروح لأسوان. بنك التنمية والائتمان الزراعي معك دائما أينما كنت. تعلن الشركة العقارية المصرية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي التابعة لوزارة الزراعة، تعلن عن طرح كراسات شروط لبيع عدد 200 قطعة أرض زراعية بوادي النقرة بأسوان. القطعة 5 فدادين مستصلحة وبعقد تمليك ومجهزة للزراعة، مصدرين للري ري نيلي وبئر ارتوازي ري حديث. سعر الفدان 40,000 جنيه بمقدم حجز 5,000 جنيه للفدان، وتدفع 15,000 جنيه للفدان عند الاستلام من شهر إلى 3 شهور بحد أقصى من تاريخ الحجز، والباقي بالتقسيط على 3 سنوات. للاستعلام الشركة العقارية المصرية 2 شارع الدكتور عبد الحميد سعيد طلعت حرب القاهرة أو أسوان باتينون الخزان شرق. ولمزيد من الاستعلام يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية. في أحضان ريف بلدنا حواديت وحكايات تعرفها من هدوءها وجوها وسماها الصافية وصوت الطير بيغرد حوالين أراضيها الخضراء
هنلف كرة مصرية من إبل وبحري. قبل شوية دي حط التاريخ من سنة 1906 مش نجت علقت هنا أمام قدام مكان المتحف. نعرف ونسمع حكايتها، حكاية أبطال عاشوا فيها. يسعدني أعظم سعادة أن آتي لزيارة مواطني بن شوي التي أفتخر بها على مر التاريخ. هنشوف جمال الريف والطبيعة ونقائها. رحلتنا لسه ما خلصتش، هنلف وندور وتخلص حكاية، مش دي النهاية، قريتنا هي أصل الحكاية. في هذه قريتي تشاهدون هذه قريتي في الأوقات التالية على مصر الزراعية. هذا البرنامج برعاية لحضراتكم مرة أخرى، ولقاءنا الأخير النهاردة في برنامج الحصاد، واللي خصصناه للحديث عن القطن اللي كان يسمى بالذهب الأبيض، وكان الفلاحين بيبقوا في غاية السعادة في موسم جني القطن، ويطلع أغاني وأفراح وليالي ملاح أيام جمع القطن. لكن بكل أسف الموضوع ده أخذ يقل تدريجيا لغاية تقريبا ما انتظر، وبدل ما يكون موسم الجمع القطن يبقى موسم فرح، للأسف بيبقى الفلاح مش عارف هل هيقدر يسوقه ولا هيحطه جنبه في البيت، هيعمل بيه ايه، هيلاقي حد ياخده منه ولا مش هيلاقي. في مشاكل كبيرة كانت خلال الأعوام اللي فاتت في إنتاجية القطن من حيث الجودة ومن حيث القدرة على تسويقه فيما بعد. ربما الحكومة التفتت وانتبهت لده وبدأت تعمل خطة منذ العام الماضي لإحياء محصول القطن وتوفير أصناف أكثر جودة وأعلى في تصنيفها، لكن مع ذلك برضو المساحات تراجعت في الزراعة هذا العام. هنشوف موضوع القطن وكيفية إحياء محصول القطن مرة تانية علشان دايما يكون خير وبركة على المزارع المصري. معانا الحديث عن هذا الموضوع دكتور سعيد عبد التواب، أستاذ مساعد بمعهد بحوث القطن. أهلا بحضرتك دكتور. ودكتور مصطفى عطية عمارة، الأستاذ المساعد بمعهد بحوث القطن. أهلا بحضرتك دكتور مصطفى. أهلا وسهلا. أبدأ مع دكتور سعيد، ووزارة الزراعة أكيد لازم تكون مهتمة بمحصول زي محصول القطن، لأن كان لنا ميزة نسبية كبيرة فيه وكان من الحاجات اللي بتتميز بها مصر على المستوى العالمي، فنعرف دور وزارة الزراعة في موضوع إنتاجية القطن إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة بقدم الشكر لحضرتك على حسن الاستقبال ودعوتكم الكريمة لنا واهتمامكم بموضوع القطن. الحقيقة أن القطن المصري ما زال محتفظ بعرشه، ودور وزارة الزراعة باهتمامها بالقطن مازال موجود ولا يتلاشى على مدار الحاضر والمستقبل إن شاء الله. يعني الحقيقة أن وزارة الزراعة بيتمثل دورها في بداية في مركز البحوث الزراعية، متمثلا في معهد بحوث القطن. ومعهد بحوث القطن الحقيقة هو أقدم مؤسسة علمية مسؤول يعني بحثية عن للقطن في مصر وفي العالم. ده متهيألي أقدم من كلية الزراعة نفسها، يعني هو كان هو بمثابة كلية الزراعة. أيوه في أيوة. الحقيقة يعني معهد بحوث القطن هو المؤسسة المنوطة باستنباط وتربية أصناف القطن منذ القدم. مش بس كده، مش بتنتج أصناف بس، بل على العكس كمان بتحافظ على النقاوة الوراثية للأصناف كل سنة. أيضا بتعمل تقييم للأصناف دي وتوزيعها على المناطق المختلفة، بجانب أنها هي بتبحث في المعاملات والتوصيات الزراعية المثلى لهذه الأصناف. يعني الصنف لما بينزل السوق لأول مرة بينزل بالكتاب اللي معاه بالتوصيات بتاعته الفنية للمزارع، ازاي يزرع، الميعاد الأمثل، كل تقريبا التوصيات الزراعية بتبقى نازلة مع الصنف. مش بس كده، احنا كمان بنطور المعاملات الزراعية للأصناف
التجارية المنزرعة اللي هي القديمة بما يتناسب مع التغيرات البيئية والتغيرات المناخية. ده دور البحثي العلمي لمعهد بحوث القطن. معهد بحوث القطن الحقيقة ليه جانب تطبيقي، وهو ان احنا بنتابع مع الفلاح، بنمده بالتوصيات الزراعية، بنعمل بحوث خاصة بمشاكل الفلاح، ازاي يحل مشاكله، ازاي نمده بالمعلومة خلال الموسم من خلال عدة منافذ مختلفة هيتكلم عنها صديقي الدكتور مصطفى. الحقيقة دور وزارة الزراعة متمثلة في معهد بحوث القطن ما بيكتفيش بس كده. معهد بحوث القطن بيقوم بمشاركة الجهات المعنية في إنتاج وتداول التقاوي زي الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي اللي بتقوم بعمل الإكسارات خلال الموسم. الإكسارات دي اللي هي البذرة اللي هنزرعها السنة الجاية لمختلف الأصناف بتتزرع، وبيقوم معهد بحوث القطن بالإشراف مع الإدارة المركزية للتقاوي على إنتاج وتداول هذه الإكسارات حتى تصل للمزارع الموسم القادم دون أي تلوث، بذرة نقية صالحة للزراعة معتمدة للفلاح. الحقيقة الجانب الثالث هو جانب برضه تطبيقي، إن القطاع الإرشاد الزراعي بيقوم بدوره في توعية المزارع بالتوصيات الزراعية المثلى للقطن بداية من الزراعة حتى الجني. بتتكاتف كل الجهات المعنية في وزارة الزراعة، من معهد بحوث القطن، من معهد الأمراض، جزئية خاصة بأمراض القطن، من التكثيف المحصولي، من إدارة المركزية لإنتاج التقاوي، من إدارة المركزية للإرشاد، كل ده بيتكاتف لدعم إنتاج القطن في مصر. طيب ده هايل جدا، وطول عمر معهد بحوث القطن يعني هو الجهة اللي بتقف ظهر الفلاح وبتمده فعلا بالأصناف اللي محتاجها، ويعني هو كان مصدر فخر لينا طوال الوقت. لكن للفلاح في الفترة الأخيرة قبل السنة اللي فاتت، يعني السنة اللي فاتت حصل تغيير، لكن قبل السنة اللي فاتت كان بيشكو من ان هو عايز اصناف جديدة، ان بدأ تظهر بعض الاصناف المخلوطة اللي غير ذات جودة عالية، فبقاش يعرف يصرف محصوله او غيره. دكتور مصطفى، حقيقة الموضوع ده هل فعلا يعني نوعيات القطن واصنافه كانت متراجعة في مصر شوية بعض الشيء في الفترة اللي فاتت، وعلشان كده بدأنا كدولة نلحق نفسنا ونضع خطة لوضع اصناف جديدة والنهوض بيها والحفاظ على جودة القطن؟ هو بالنسبة للأصناف الجديدة عامة بصفة عامة، وموضوع تدهور الأصناف وخلافه، الشكاوي المزارعين من الأصناف وقلة الإنتاجية، والصنف ده ما بيجيبش، لا الصنف ده بيجيب كده، الحاجات دي احنا وجدناها وشفناها على أرض الواقع مع المزارعين لما بنيجي ننزل لهم في الندوات الإرشادية زي ما الدكتور سعيد قال عن طريق الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والحاجات دي كلها. فلما بنروح بنعمل الندوات نمرة واحد عند المزارعين بيقول لك الصنف ده مش نافع عندي، لا احنا عندنا من خلال معهد القطن لما بنيجي نعمل تقييم للاصناف قبل ما بتنزل السوق بنعمل تجارب ليها في جميع المناطق في الجمهوريه، جميع السلالات اللي هي موجوده عندنا، الهجن الجديده اللي احنا بنطلعها او الطرد الجديده اللي احنا بنطلعها وكده، بندرسها في جميع المناطق وبنشوف اجود حاجه بتجود في المنطقه دي الصنف الفلاني، يعني بنقول صنف 86 يجود في المنطقه المحافظه كذا، محافظه كذا، محافظه كذا، صنف 94 يجود في كفر الشيخ، اسماعيليه، الشرقيه، ده بناء على تجارب على مدار سنوات طويله قد تمتد لاكثر من 15 سنه. وبالتالي الصنف لما بنيجي ننزله في المنطقه بيبقى بننزله بتاع المنطقه دي. الاصناف الجديده لما بتنزل لازم اذا ما كانتش الصنف دوت هيعدي الصنف اللي قبل منه، يعني انا مثلا منزل في المنطقه دي 86 هنزل الصنف الجديد بتاعها مثلا ولنفترض 94 او 95 ايا كان، الصنف الجديد اللي هينزل دوت لازم يتفوق على الصنف القديم اللي هو كان موجود، تمام؟ فبالتالي اذا ما كانش يتفوق دي انا مش هنزله السوق في المناطق دي. طيب حكايه التدهور بقى دي جايه منين؟ اللي حاصل ان بعض الاصناف لما بتنزل وكده في عندنا متابعه للاصناف ديت من خلال معهد القطن، عندنا بنتابع الاصناف ديت في السوق، فبيحصل ان الانتاجيه بتاعتها قد تنخفض شويه. ليه بقى؟ في تغيرات مناخيه بتحصل،
في مشاكل زراعية بتبقى موجودة، الأرض فيها مشكلة، عدم تطبيق توصية معينة مثلا، أو فلاح بيمارس ممارسة معينة، وبالتالي بتنخفض الإنتاجية، لأن كل الأصناف اللي موجودة عندنا الإنتاجية بتاعتها متفوقة جدا وإنتاجية عالية جدا. وبالتالي موضوع التدهور دوت قد يكون في بعض المناطق بيحصل خلط في الأصناف. بمعنى إيه؟ أنا بنزل التقوي دي في الصنف دوت هيشتغل في محافظة كذا، يجي مثلا مزارع يخالف يجيب صنف مخالف من حتة تانية، أو يجيب من جمعية تانية سلالة غير السلالة اللي هي موجودة عندنا، فبيحصل خلط في الأصناف في الحكاية دي، مع عدم الكنترول عليها في الفحص أو في الإدارة، فبيحصل إن هي بتتداول للسنة اللي بعديها، وبالتالي الإنتاجية بتنخفض. وخصوصاً يعني الأرض مقسمة، ما بقاش عندنا أبدلة كتير، ده كل واحد عنده كام فدان ممكن يزرعها صنف مغاير فيحصل مشكلة. كل الممارسات الزراعية نفسها بتختلف من مزارع لآخر، ما بتبقاش ثابتة عنده، فتلاقي فالكاتيجوري عندي ان انا لما بننزل الصنف بيدي انتاجيه عاليه، في اصناف عندنا وصلت 16 انتار للفدان، ده لما بينزل عند المزارع لو لم يطبق التوصيات كما ينبغي، او الزراعه زي ما احنا هنقول بعد كده اهم المشاكل اللي هي بتسبب التدهور الانتاجيه والمساحات وخلافه، وبالتالي الانتاجيه بتاعته تقل، يقول لك لا الصنف ده مش حلو انا مش عايز. دي حاجه. الحاجة التانية بعد كده عندنا طبعا موضوع الأصناف الأجنبية والخلط اللي بيحصل فيها، ودي قصة تانية طويلة عريضة، نتيجة التهريب الحاجات اللي هي بتخش ديت، وبالتالي بيحصل إيه في هي أصناف. بتدخل بطريقة مشروعة ولا فقط تهريب؟ لا يعني لو طريقة، ما فيش حاجة اسمها طريقة مشروعة خالص، يعني احنا مستوردش يعني. لا طريقة أصل دي طريقة مشروعة عن طريق جهات رسمية، وبالتالي الكلام ده ما لا يجوز إطلاقا، إن الحاجات بتنزل. وبعدين الصنف القطن المصري بالذات الاصناف بتاعتنا مطلوبه عالميا، اي صنف تاني استحاله يجيب الجوده بتاعتها، وبالتالي بتخش بطرق غير مشروعه. ده الغريب بقى دكتور سعيد، بالرغم ان احنا كان قطننا مطلوب عالميا، وانه دايما نقول يعني القطن المصري ده ملوش مثيل، وكلمه صنع في مصر دي اساسا نشات علشان حكايه القطن المصري والملابس المصريه وغيرها، لكن حجم الانتاج عمال بيقل، الناس مش عارفه تصرف الانتاجيه لما بتزرع، مش عارفين حتى نوديه هنا المصانع بيقولوا انها مش شغاله على القطن بتاعنا طويل التيله، وانها شغاله على القطن المتوسط وقصير التيله، مع ان هي دي نفس ذات المصانع اللي كانت شغاله زمان على الاقطان طويله التيله، يعني ايه اللي حصل؟ فاحنا عاوزين نعرف ليه المساحات دي تدهورت، الانتاجيه قلت، ومش عارفين نصرف القطن، برغم ان هو يعني كما حضراتكم قلتوا ان احنا عندنا اصناف جيده، وان احنا لسه محتفظين يعني دورنا في انتاج القطن. هو الحقيقه تسويق القطن يعني في مصر بتحطه بعض المشكلات، يعني الحقيقه ان احنا كنا قبل سنه 1994 كان في تسويق تعاوني، وكان الفلاح يعني بيحصل على حقه كاملا من التسويق التعاوني دوت، وكان ما بيحصلش تلوث ولا بيحصل خلط ميكانيكي لاصناف القطن اثناء التداول، فكان الفلاح يعني نظام ماشي بتاعه كويس. لكن بعد سنة 1994 بدأ التسويق يبقى حر مفتوح للجميع، تدخلت الشركات وبدأت إن هي تبقى مسؤولة عن تداول الأصناف، وبيحصل يعني أحيانا الممارسات الخاطئة لبعض التجار أو بعض المزارعين في إن هو يعمل خلط ميكانيكي للأصناف، فحصل تدهور لجودة الأصناف في السنوات السابقة. ولكن بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 2015 بالعودة لمسؤولية وزارة الزراعة عن الإكسارات الموجودة للأصناف المنزرعة والمستنبطة حديثا، وإشراف وزارة الزراعة متمثلة في الإدارة المركزية للإنتاج التقاوي وإشراف معهد بحوث القطن، السنة دي مصر بتنعم بتقاوي نقية 100% لجميع الأصناف والسلالات المزروعة هذا الموسم. يمكن يرجع عزوف الفلاح عن زراعة القطن يعني في هذا الموسم لعدم وضوح الرؤية التسويقية للفلاح من بداية الموسم، ان هو ما بيقدرش يستشف يا ترى الدوله هتعمل معايا ايه، هبيع القطن ده ولا مش هقدر ابيعه. وكمان يعني برضه الفلاح يحمل على كاهله عده مشاكل متمثله في ارتفاع ايجارات الاراضي الزراعيه، متمثله في ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج، في ارتفاع اسعار العماله،
وخاصة القطن يعني بيحتاج عمالة كتيرة جدا لأنه موسم طويل وبيحتاج عمالة كتيرة، وفي النهاية بيحتاج عمالة جني بتتكلف تكاليف عالية، بيصل تكلفة الجني لحوالي 3000 جنيه للفدان. فده بيخلي المنافسة، كمان منافسة المحاصيل الزراعية لمحصول القطن منافسة قوية، محاصيل الصيفية زي الرز والذرة الشامية، وكذلك برضو يعني المحاصيل الشتوية اللي بتفضل فترة طويلة في الأرض في بداية زراعة القطن بتخلي المزارع يأخر زراعة القطن فبيؤدي لانخفاض المحصول. أعتقد أن الفترة اللي جاية هتبقى أحسن في مسؤولية الدولة عن تسويق القطن وإنشاء صندوق موازنة لموازنة أسعار القطن. أعتقد أن الفترة الجاية هتبقى أحسن في حصول الفلاح على تقاوي نقية 100% وإشراف الدولة عليها. أعتقد أن الأسعار السنة دي ممكن تتحسن جدا لأن المساحة المنزرعة قليلة، فيعني اقتصاديا مسألة العرض والطلب هتخلي الأسعار تتحرك للأمام. أعتقد أن ارتفاع سعر الدولار هيخلي المستورد هيعزف عن استيراد الأقطان القصيرة التيلة وهيلجأ لأنه هو ياخد القطن المصري بتاعنا، فهيحصل يعني تحسين للوضع الموسم القادم ان شاء الله. حضرتك انا فهمت من الكلام كده ان احنا عندنا دلوقتي تقاوي نقية وممكن تكفي كل محصولنا، لكن المشكلة اللي خلت الناس تتراجع في زراعة المساحات هي عدم وضوح الخطة التسويقية للدولة، وفي نفس الوقت ان الارز اصبح منافس بعد ارتفاع سعره في الاسواق في الفترة اللي فاتت، فالناس يعني قالت نزرع رز وناخد فلوس اكتر، يعني برضو تراجعت المساحات، لكن اللي زرع رز قطن ممكن يكسب. طب بناء على يعني النقطة دي يعني السنوات القادمة أو المواسم القادمة حكاية الرز دي ممكن تستقر إن شاء الله، مش هيكون في بقى أسعار عالية ولا حاجة، نتمنى ذلك، وممكن يكون في التقاوي خلاص موجودة. اللي الفلاح محتاجه زيادة بقى والدولة محتاجاه علشان نرجع تاني نتوسع في مساحات القطن، لأن المساحات قلت بشكل لافت جدا ومحزن للغاية. تمام، هو طبعا زي ما احنا عارفين السنة دي الموسم اللي احنا فيه حاليا اللي كان المستهدف ان احنا نزرع 235 الف فدان تقريبا، اللي اتزرع بالفعل حاليا حوالي 130 الف فدان، 526 تقريبا اللي هو الزرع، يعني بنسبة 74% تقريبا من المساحات المستهدفة للزرع. طبعا المساحة اللي بناء عليه نرجع تاني نقول الجزئية الصغيرة نتيجة مشاكل التسوية للمزارعين قبلها السنة اللي فاتت وما عرفوش يسوقوا المحصول بتاعهم، فحصل ان المزارعين عزفوا عن الموضوع ده مع عدم وجود رؤية واضحة لتسويق المحصول الجديد، وبالتالي اللي بيزرع قطن اللي يا اما فيه عارف ان هو هيسوق القطن بتاعه ده عن طريق المساحات التعاقدية اللي هي بتاعت اقطان الاكسار اللي هي بتتمثل في حوالي 33 الف فدان، والباقي يا اما في اراضي جديده بتزرع، يا اما هو متعود ان هو بيزرع قطن كل سنه وعنده من العماله وخلافه والكلام ده كله اللي هو يخليه يستمر في الانتاجيه مع اقل التكاليف ويقدر يكسب منها كويس. دي جزئيه. طب انا ازاي ارجع بقى الفلاح واقول له تعالى انت بقى ازرع قطن، وهو اللي يجي يقول لي انا عايز تقاوي وعايز ازرع، نعمل ايه؟ زي ما احنا قلنا الاول انشاء صندوق موازنه للاسعار بتاع القطن، بحيث ان انا اكون الفلاح عارف قبل ما هيزرع عارف ان هو هيسوق القطن، عارف هيبيع السلعه بتاعته دي فين، لان انا مش معقوله واحد اشتغل في حاجه وانا مش عارف انا هسواها ازاي، يبقى انا كده ايه غير عاقل في الموضوع ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا اوفر له مستلزمات الانتاج كافيه من مبيدات، من اسمده، من تقاوي، من سولر، من المساحات اللي هيزرع فيها ديت يكون فيها المياه متوفره بردك عشان ما يحصلش اي مشاكل عنده في التوقيتات ديت، وبالتالي الحاجه هتبقى متوفره عنده. الحاجه الثانيه ان افعل الدور الارشادي والدور الاعلامي للقطن، ان انا احنا لو نفتكر زمان طبعا لما كنا بنعمل الاغاني بتاعت القطن وكده بعض الحملات اللي هي حملات القوميه للقطن، احنا عندنا في معهد القطن بقالنا بالضبط 5 سنين شغالين في الحمله القوميه للنهوض بمحصول القطن في مصر، شغالين على الجزئيه ديت وبننزل المحافظات المختلفه بندي ندوات ارشاديه عن طريق الاداره المركزيه للارشاد الزراعي، بندي ندوات ارشاديه للفلاحين والمتخصصين اللي هم متخصصين
مهندسين زراعيين او مرشدين زراعيين بتوع اللحوض بتاعه القط، وبالتالي بنوعي الفلاح بالمشاكل اللي موجوده عنده وايه المشاكل اللي ممكن تقابله ونحلها له ازاي، وتبقى مشكله على ارض الواقع. يعني لما بننزل بنشوف في عنده مشكله كذا، في عنده مشكله كذا، مشاكل فنيه، مشاكل متخصصه في القط، بنحلها له على ارض الواقع ونقول له لا تستعمل الدواء الفلاني، تستعمل السماد الفلاني، لا ما ترويش كتير، لا اروي قليل، الكلام ده كله. الحاجات دي كلها التوصيات اللي احنا بنقولها له. بالاضافه لكده ان ضمان السعر، يعني احنا عندنا بره في الدول العالم ايه اللي بيخلي فيه منافسه مع القطن المصري؟ طبعا القطن في العالم كله ما يجيش بالجوده بتاعت القطن المصري في باي حال من الاحوال. القطن بتاعنا فائق الطول، جيد، متين، طويل. ايه اللي بيخلي الاقطان الثانيه الاقل جوده تتنافس معه وتتفوق عليه؟ هي ما بتتفوقش، ان الدوله بتدعم المزارعين، الدوله بتدعم المزارعين بتوعها، وبالتالي التكلفه عندهم هي التكلفه بتاعته عاليه بلا شك في العالم كله، ولكن الدوله لما بتدعم المزارع بتخليه يقبل على زراعته. لو رفعت ايديها عن الدعم مش هيقدر، مش هيقدر له. طيب احنا ان احنا نروح نشوف تقرير عن محصول القطن ونرجع نكمل كلامنا عن القطن وازاي ممكن ننهض بيه واهم الاصناف، وهل هو محطوط ضمن خطه زراعه المليون ونص فدان اللي جاي ولا لا؟ كل ده هنعرفه بعد هذا التقرير ان شاء الله. زرع مننا فهم وعرف ان محصوله هيتباع، ما اجيش ازرع الزرعه واركنها، انا عليا اجاره وعليا كماوي وجايب من هنا ومن هنا وما بصدق الزرعه تطلع. فلما الحكومه هتاخدنا هحلم ان انا ازرع قطن وارجع الدوره الزراعيه واخد زرعه مطرح القطن نظيفه. دي خطوه ايجابيه وهتشجع الفلاحين على انهم يزرعوا القطن، لانه هيبقى عارف ان اخر السنه هيجني المحصول، هيلاقي مكان يسوق فيه المحصول بتاعه ويلم فلوسه عشان يقدر يمشي نفسه ويمشي اموره. لان النهارده القطن بالجنيه بيفضل مرمي في البيوت عندنا، بقالنا سنتين القطن موجود في البيوت ما بيتباعش ومحدش بيشتريه. القطن مرمي عندنا بقاله سنتين في الدار، سنتين ما بتاخدوش مننا ليه؟ وتتعادوا زي زمان وتاخدوه ليه؟ وتودعوا له السعر ليه بقى على اقل حاجه ب 2000 جنيه؟ لو في تعاقد يعني مظبوط وسعر كويس يشجع الفلاح يزرع يزرع، لان الارض جاهزه هيت على الزريع، خدت بالك؟ وكل حاجة. الفلاح هو عصب الدولة، فأنا بواجه كلمة للدولة والحكومة إن هي تبص للفلاح شوية وتكتر له الكماوي في الجمعية وتسوق له جميع المحاصيل، مش قطن بس، قطن ورز وبصل وذرة، لأن الفلاح كده مات. عودة لحضراتكم مرة أخرى، وما زلنا في نقاش حول محصول القطن في مصر وكيفية النهوض به. وسؤالي للدكتور سعيد عبد التواب الأستاذ المساعد معهد بحوث القطن، يعني كان لنا منافسين كتير عبر العالم، يعني احنا كنا متفوقين عليهم كلهم، لكن للأسف بدأ يعني في منافسة بتحصل من عدة دول دلوقتي، ازاي نقدر نحافظ على ميزتنا النسبية؟ لان دلوقتي بدأنا نسمع اصوات جديدة، طب خلاص طالما انتوا عايزين قطن متوسط التيلة ما ننتج قطن متوسط التيلة، في حين ان ميزتنا النسبيه هي الاقطان طويله التيله والفائقه الطول وغيرها. دور المعهد في انتاج هذه الاصناف، وهل من الصواب ان احنا نغير الميزه النسبيه لمصر ولا نحافظ عليها وندعمها في وجه دول اخرى دلوقتي بدات تتفوق او تنافس مصر في هذا السوق؟ هو الحقيقه يعني القطن المصري هو في جزئيه معينه بينافس فيها الاقطان، مختلف الاقطان العالميه، وهي الاقطان الطويله وفائقه الطول، فائقة النعوم. العالم تقريبا بينتج حوالي 500,000 طن من هذه النوعية من الأقطان الطويلة وفائقة الطول. مصر تتصدر حوالي 20% من هذه الكمية. الحقيقة ان احنا في معهد بحوث القطن عندنا نخبة ممتازة من هذه النوعية من الأصناف، أصناف فائقة الطول والطويلة، بما حباها الله من مناخ مناسب لهذه لنمو وانتاج وتطور هذه النوعيه من الاصناف. الحقيقه مصر تتميز في الجزئيه دي،
بتنافس على الجزئيه دي. يعني هي بتتقدم في سنوات وتاخد اولى دول العالم في هذه الجزئيه، واحيانا وسنوات اخرى بتهبط نتيجه ارتفاع انتاج الولايات المتحده من الاقطان الطويله والفائقه الطول. فهي منافسه في هذه الجزئيه. احنا عندنا في معهد بحوث القطن اصناف متميزه. الحمد لله السنه دي قدرنا نحافظ على النقاوه الوراثيه لهذه الاصناف، ونزلنا السوق حوالي 3 اصناف تجاريه جديده. الكميه اللي احنا قلنا عليها حوالي 20% اللي مصر بتنتجهم من الاقطان فائقه الطول دول، بالنسبه للنص مليون طن من الاقطان طويله او فائقه الطول، احنا هذه الكميه ال 20% هذه النسبه ستزداد في المواسم في الاعوام القادمه، وستصل الى 30% و 40% نتيجه تداول الاصناف الجديده اللي نزلت حوالي 3 اصناف. الحقيقه احنا يعني في خطه التنميه المستدامه اللي احنا شغالين عليها دايما في معهد بحوث القطن في انتاج الاصناف الجديده وتطوير التوصيات الزراعيه للاصناف الموجوده وتوصيل التوصيات الفنيه للمزارع والتكاتف مع مختلف القطاعات انتاج القطن في النهوض بمحصول القطن. يعني اعتقد ان الخطه دي ستساهم في رفع يعني كفاءه هذه الاصناف، المحافظه عليها، زياده الانتاجيه. الاصناف دي كلها بدون استثناء لصنف منها عاليه الانتاجيه، مبكره، بتتحمل الاجهادات البيئيه المختلفه، ما بيصيبهاش اي نوع من المشاكل الخاصه بالامراض، ولا فهي مقاومه للامراض، بتتحمل درجات الحراره العاليه، بتتحمل الاجهادات البيئيه المختلفه. الحقيقه يعني المشكله يعني جاتنا من يعني عدم كفايه المنتج المحلي للمغازي المحليه بتاعتنا. ان احنا بنحتاج يعني بنصدر حوالي 1.5 مليون طن انطار قطن من الاقطان فائقه الطول دي سنويا، بيزيد بيقل على حسب العرض والطلب. بنحتاج حوالي من 3.5 ل4 مليون انطار للمغازل المحليه. الحقيقه الاصناف التصديريه عندنا جيزه 86 و87 و88، يعني اجمالي الاصناف الفائقه الطول فائقه النعومه بجانب الصنف الطويل اللي هو جيزه 86. الاصناف الوجه القبلي هي دي اللي بنعتمد عليها في المغازل المحليه. الحقيقه احنا يعني من هذا المنطلق عندنا حاجه للتوسع في زراعه الاصناف الطويله اللي هتكفي احتياجاتنا الداخليه. هذه الحاجه يعني المصانع هتاخدها هتشتغل عليها؟ هتشتغل عليها. المصانع عاوزه المتوسط الطول والقصير؟ لا، هي دي ميزه نسبيه لا يمكن الاستغناء عنها. يعني ميزه ان الصنف اللي انت بتشتغل اللي بتعمل عليه تشغيل ده يعني بيتمتع ببعض صفات الجوده الكويسه، دي ميزه كويسه. يعني انا مش هستبدل الحاجه الحلوه بحاجه وحشه. هم بيقولوا علشان السعر، يعني لما الحاجه الثانيه ده من بره بيبقى سعره ارخص فبيوقف عليه المنتج ارخص. ما اعتقدش ان المنظومه دي هتبقى في السنوات المقبله ناجحه قوي، لان عشان فكره الدولار، عشان فكره السياسات السعريه في العالم كله، وفي نفس الوقت ارتفاع مدخلات الانتاج على مستوى العالم، مش في مصر بس، يعني مش مصر بس اللي ارتفع فيها مدخلات الانتاج، لا ده هذا الارتفاع في الاسعار على مستوى العالم. فاحنا يعني ما اعتقدش ان هذه المنظومه ستظل طويلا، ولكن احنا في صدد ان احنا بنحاول نتوسع في زراعه الاصناف الطويله علشان نسد الاحتياج الداخلي للمغازل المحليه. هو لو في الحقيقه ده وده ظهر في 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 المشروع المليون ونص فدان اللي هو يعني الدوله بترعاهم في الوقت الحالي. احنا كمعهد بحوث القطن عملنا زرعنا عده اصناف موجوده، او الاصناف عموما الموجوده في معهد القطن لتقييمها لتحديد مناطق جودتها، وده عندنا في وجه قبلي في شرق العوينات وفي قطاع الفرافره عشان نقيم الاصناف دي. وبعد التقييم واستكمال البنيه الاساسيه لمشروع المليون ونص فدان، اعتقد ان احنا ممكن نتوسع
في هذه النوعيه من الاصناف، ونزرع كميه مناسبه للكفايه الحاجه المغازل المحليه بتاعتنا. النقطه الثانيه ان في الوقت الحالي احنا يعني عندنا بحوث جاده وحقيقيه، بنحاول نجد بيها توصيات جديده للمناطق الجديده. زراعه القطن على يعني نظم الزراعه الحديثه علشان نقدر نواجه التحديات القادمه في زراعه وانتاج القطن والتوسع في انتاجه. لو احنا دلوقتي يعني حابين ندي مجموعه من النصائح والارشادات للناس اللي قررت انها تزرع قطن، يعني ايه اهم النصائح اللي ممكن نوجهها لمزارعي القطن عشان النهوض بمحصول القطن وعلشان ما يعزفوش عن زراعته ويستمروا فيها؟ هو بالنسبه بس في جزئيه بس انا كنت احب اضيفها بالنسبه للجزئيه اللي فاتت اللي هي الاقطان القصيره اللي احنا بنجيبها من بنقول ان طبعا بعض الاصوات بتنادي ان احنا نوقف زراعه القطن المصري ونزرع الاقطان القصيره. هي باي حال من الاحوال مش هتتفوق على الاقطان المصريه في الجوده بتاعتها والانتاجيه بخلافه. ليه؟ حتى لو جابت انتاجيه، حتى لو جابت انتاجيه اعلى من القطن المصري، الجوده بتاعتها قليله، وانا نفس المدخلات الانتاج اللي انا بدخلها في القطن المصري هي نفس المدخلات اللي انا بدخلها في القطن القصير اللي هم بينادوا بيه ان هم يزرعوه، وبالتالي التكلفه مش هتختلف، بل بالعكس التكلفه هتبقى اعلى والجوده اقل. هيحصرف برضه عماله وهيحصرف خدمه محصول نفس في الحكايه، هي مش هتختلف قليلة. مش هتختلف تماما. وبرضه هيحصل يعني ولكن في جزئيه عندنا ان احنا المغازل المحلية عندنا اللي احنا بنتكلم عليها، بنقول المغازل المحلية دي تنفع دوت ولا ما تنفعش؟ طب هو من بره رخيص ليه؟ عشان مدعم بره. انا عندي هنا مش مدعم وبالتالي بتبقى التكلفة بتاعته عالية. دي جزئية ان انا اطور المغازل المحلية بتاعتي بجودة بسيطة جدا بنفس الامكانيات اللي موجودة. يعني تطوير ما لا يعني اللي انا عايز اقوله زي ما بيقولوا في الحفاظ على ما لدينا مع مواكبة التطوير. انا حافظ على الحاجه اللي هي موجوده عندي واطور بحيث ان انا اوام التوجهات العالميه. دي جزئيه خاصه بالجزء اللي فات، وبالتالي احنا عندنا في معهد القطن وفي مصر هنا نرفض تماما موضوع الاقطان. دي ممكن تكون افكار شريره من بعض المستوردين او يعني مافيات، لان انا عندي لما المزارعين يتهموا يعني الحكايه دي بكده انه في مافيا لاستيراد الاقطان، هم عاوزين يعملوا كده ويعني في موجود وكده زيها زي اي تجاره في اي حته وكده. دي موجوده. احنا ده الميزه النسبيه بتاعتنا، يعني القطن احنا بنقول عليه الهرم الرابع، هنهده بايدينا. صحيح. ما ينفعش الكلام ده. دي جزئيه جمله اعتراضيه على الجزء دوت. ولكن اما بالنسبه للتوصيات واحنا بنوصي الفلاح ان هو يعمل ايه كدورنا هنا في معهد القطن، احنا طبعا في معهد القطن قسم البحوث والمعاملات الزراعيه خاصين بنقوم بعمل جميع التوصيات الفنيه الخاصه بالعمليات الزراعيه، من تحديد ارض مناسبه لزراعه الصنف دوت بالاشتراك مع الاقسام الاخرى، تحديد افضل مواعيد لزراعه القطن في ظل الظروف التغيرات المناخيه. زي ما احنا كنا عارفين ان احنا زمان كنا بنزرع القطن يقول لك اخر ميعاد انك انت تزرعه في نص فبراير وفي وجه بحري في اول مارس. احنا النهارده بنوصل في بعض المناطق ان احنا بنزرع في اول خمسه، ده نتيجه التغيرات المناخيه. طب هل ده مخالف ولا مش مخالف؟ لا مش مخالف، بالعكس احنا تطوير الاصناف اللي احنا عملناه بما يتوائم اصناف قصيره العمر، ان انا ممكن ازرعها في الميعاد يناسب التغيرات المناخيه اللي هي موجوده، وبالتالي احصل منها على محصول جيد بالمعاملات الزراعيه اللي انا التوصيات الزراعيه اللي انا بقول عليها. انك انت ما تتاخرش في مواعيد الزراعه، تخلي الارض بدري، اتباع الدوره الزراعيه، لان احنا بننادي بان احنا نعيد تاني اتباع الدوره الزراعيه الثنائيه والثلاثيه في المحاصيل عموما كلها. الحاجه اللي بعد كده الأسمدة، أنت تسمد بالسماد الفلاني في المواعيد الفلانية، ما تخالفش المواعيد بتاعة الأسمدة بالكميات المكررة سواء لأصناف وجه يبلة أو أصناف وجه بحري. في أراضي جديدة بنستعمل لها نظام تسميدي مع شبكات الري خلاف الأراضي القديمة اللي هو التكبيش وخلافه كده. الحاجة التانية نقاوة الحشايش، تعمل رش دوري بصفة مستمرة. رش الدوري ده بيبقى رش وقائي، خلاف لما يجي اصابه شديده وكده بنعمل رش علاجي. الحاجه الثانيه ان احنا ما بنغرقش الارض، يعني الفلاح ما يفتحش الارض ويسيب الميه كده لغايه الصبحيه بعد كده يروح يقفل، لا بتغرق الارض وبالتالي بتعمل مشاكل للفلاح، بتعمل شلل عنده في النباتات وبالتالي بيحصل تسقيط، تديني محصول قليل، لان الفلاح بيشتكي بيقول لك انت مديني صف ما بيجيبش محصول، ما هو نتيجه الممارسات الخطا اللي انت بتعملها بيحصل الموضوع ده. ما تعطشي فترات اللي هي زي موجة الحر اللي احنا مرينا بيها الشهر اللي فات،
والشهر الجاي متوقع طبعا ان شهر 7 و8 يبقى فيهم موجات حاره كتير وكده، انك انت ما تعطش النباتات عشان ما يحصلهاش جفاف وتسقط الورق اللي عليها واللوز والحاجات اللي هي الجديده المتكونه. اتباع عمليات الزراعه المناسبه، هنيجي بقى في الاخر خالص نقول لك تشتغل على موضوع الجني المحصن، انك انت تشتغل الجني المحصن تجني على مرتين. طبعا في ظل الظروف الاقتصاديه الطاحنه اللي المزارع بيمر بيها والارتفاع تكاليف العماله، ففي صعوبه شويه ان هو يقدر يعمل موضوع الجني المحصن ان هو يجني على مرتين عشان ياخد. ده هيقدر يلجا له امتى؟ لما انا ارجع نظام حلقات التسويق اللي هي بتعتمد ان هو يشتري القطن بناء على مواصفات جوده معينه، وبالتالي لما يعمل الجني المحصن الجنيه الاولى هيبيعها بسعر عالي، الجنيه الثانيه لما هيعملها برضه هيبيعها بسعر اعلى شويه، خلاف لما يحط الاثنين على بعضيهم الحلو مع الوحش هيقلل الرتبه بتاعت القطن بتاعته. ده يرجع امتى؟ ان انا لما ارجع نظام التسويق التعاوني وخلاف، بالاضافه ان انا اوفر له الاسمده والمبيدات في التوقيتات المناسبه في المناطق النائيه والمناطق الجديده والاراضي الجديده والحاجات دي كلها، كل دي هتشجع المزارع. بالاضافه ان انا اديله سعر عادل بقى، اديله سعر عادل، اعلن في بدايه الموسم قبل بدايه الموسم في شهر 1 أو شهر 2 ان الدوله هتاخد او الوزاره هتاخد القطن بالسعر الفلاني لاصناف وجه ابلي واصناف وجه بحري، وبالتالي المزارع هيقبل على زي عادل. وبعدين مع وجود الموسم واقبال الاستيراد والتصدير وخلافه والحركه دي لما بتمشي شويه السعر ممكن يعلى عن كده كمان. انا بشكر وجود حضراتكم ونتمنى ان شاء الله ان القطن يعود الى سابق عهده والى سابق عرشه. شكرا جزيلا لكم ولوجود معهد بحوث القطن. شكرا جزيلا. شكرا. بشكركم اعزائنا المشاهدين، وبكده بنكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده من برنامج الحصاد. غدا ان شاء الله حلقه جديده، الى اللقاء. هذا البرنامج برعايه